الآن نقف أمام بيت العلامة الإمام عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله، الذي سكن في هذا البيت. وهذا البيت منقول تاريخيا بالمصادر التاريخية على أن هذا البيت كان يسكنه هنا، وكان بجواره يسكن الإمام لسان الدين بن الخطيب الذي يسكن هنايا في القبة بن حروق، في البيت الذي يجاوره. إلا ودنا في الزنقة حنا غنجبروه الآن، رجعنا لي هذا البيت. هذا كان كيسكن فيه الإمام عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله، وألف هنا مجموعة كبيرة من مؤلفاته كالتاريخ المعروف له وكشفاء السائل وكالرحلة وغيرها من المؤلفات، كلها أو أغلبها ألفت في هذا البيت. وكان ابن خلدون رحمه الله أتى من تونس واستوطن هنا مدينة فاس ودرس بالقرويين ومكت هنا مدة طويلة، الله أعلم حسب بعض المصادر أكثر من 20 سنة وهو يسكن في هذا البيت. وبعد هذا انتقل إلى القاهرة في رحلة إلى المشرق، حيث عين هناك قاضيا، وحتى توفي رحمه الله بعد أن توفي أبناؤه وزوجته فبقي وترا. هذا ابن خلدون رحمه الله، توفي في القاهرة. والمعلوم والمؤكد والمشهور بين جميع علماء المغرب وغيرهم والمؤرخين أن هذا البيت هو بيت الإمام عبد الرحمن بن خلدون. أنا بأي بيت هنا في فاس دخلته إلا وتجد إذا تبعتي الرسوم ديالو غتجبر واحد العدد ديال 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 الأسر سكنته. مثلا إلا مشينا لزنيقة حجامة وشفنا البيت اللي كان كيسكن فيه الإمام القاضي عياض، غتجبر توارث وأجيال كثيرة جدا من الناس. يصعب حصر ذلك بتتبع الرسوم والممتلكات. أنا اللي تسمع بأنه واحد المحل ديال ابن خلدون، وكانت عليه بلاطة ديال تطرق مكتوبة فيها التاريخ ديالو، فوقاش خلاق وشنو كانت يعمل وجميع المسائل اللي كانت تترج ديال ابن خلدون. أنا 89 جيت لهذا المحل هدايا، كانت مكتوبة عليه هذا البلاكة، ولكن ذاك البلاكة ديال كونتر بلاكة طلاشات طاحت مشات قاهد المحل هباي. اش من تاريخ؟ أنا التاريخ اللي جيت لهنا عام 89، ولكن أنا في هذا السيكتور من عام 59 تنسمع بأن هذا المحل ديال ابن خلدون. أنا تنعرف هذا المحل مسكون، فيه الناس ساكنين، اللي كاري كاري واللي شاري شاري، المحل معمر. سيدي الدار هذه راه يعني نهار اللي حنينا عينينا عرفنا حنا اللي عينينا في الدار بنو سميتها الدار بنو خلدون. يعني حنا تنطلبوا من السلطات، تنطلبوا من السلطات المعنيه بان تتخذ شي قرار في المنزل هذا، اللي منزل تاريخي، يعني السياح اجانب تيجيو تيبغيو يتصوروا هنايا، تيبغيو يعني هي انفو تقول له الدار بنو خلدون، يعني تيقول كيفاش الدار بنو خلدون دايره بحال الديكور، يعني فهمتي، يعني ما كاينش ديك الطريقه بحال دابا مثلا كان فنادق تصلحوا في المدينه. يعني حتى حنا مكرهنا زعما حتى حنا في الدار بنو خلدون تصلاح، حتى حنا السياح يجي يبقاو يدوروا يزوروها، يعني فهمتي، يعني هاملين على واحد الدرجه ما تتخيلهاش. حنا جدود جدودنا يعني تيقولوا هذه دار بنو خلدون، يعني راه يعني ما يجيش سائح جاي من دول اوروبيه ولاتينيه وامريكيه يجي يقول له دار بنو خلدون، تجي فهمتي تجي قداش، يعني راه يعني هادشي راه صحيح، يعني ماشي تيكذبوا فهمتي، يعني راه جدود جدود جدودنا راه تيعرفوا باللي دار بنو خلدون، يعني راه فهمتي الصراحه. يعني التهميل اللي حنا تنطلبوا من السلطات المعنيه تاخذ يعني شي واحد القرار تجي وشوفوا الدار كي دايره، تنتمنوا من الله الخير. اوعد من هذا الموقع هذا ان كان فعلا عبد الرحمن بن خلدون قد مر من هنا وسكن هنا فهذه فضيحه بكل المقاييس، ان يتم عرض منازل ذات صبغه وطابع تاريخي وجزء كبير من الهويه ديال مدينه فاس وديال المغرب العريق تباع في المزاد العلني بتلك الطريقه على المستوى وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقلت الاخبار عده مؤسسات اعلاميه كبرى الخبر ديال العرض ديالو في البيع. حنا كفعاليات مدنيه كنستنكروا، وهذا الا كان فعلا منزل عبد الرحمن بن خلدون وقد مر من هنا كما شرط فانها فضيحه بكل المقاييس. كتجينا في سياق هجوم ما نقولوش ممنهج، لكن هجوم على الذاكره ديال مدينه فاس، واحد الزحف كبير حاليا في المدينه العتيقه في باب الجديد، غيتم اسقاط واحد الاسوار عتيقه من اجل توسيع مرآب ديال السيارات. هذا ليس بغريب،
حنا كساكنه كنطالبوا بان يكون فعلا بحث حقيقي وتحقيق حقيقي في هذا الصدد للبث ولحسم هذا الجدل. كيف يعقل ان كان فعلا منزل عبد الرحمن بن خلدون في المزاد العلني يباع بهذه الطريقه؟ فهذا تشويه للذاكره المغربيه وليست اي ذاكره، ذاكره العلم والمعرفه. كاين شي اثبات شي حاجه مسموسه ديال ابن خلدون؟ حنا انا فاش جيت لهنايا جيت انا ملي كنت باقي داك الصغير كندوز مع هنايا كنلقى البلاصه معلقه ولكن تحيدات، البلاصه تحيدات. وقاش تحيدات؟ تحيدات حتى تقريبا شي 2000 هكذا، شي 2000 وشي حاجه. اما هذا لقينا البلاكه معلقه ماشي تحيدات ولا البلاكه، ما كاينش شي مراقبه ولا شي حاجه اللي غادي يراقبوا بان راه كاين الدار ديال بني خلدون ولا حتى ما فندق عايش حتى واحد. انا فندق عايش ما لي حتى شي بلاصه بان فندق عايش كنسمعوه كاين فندق عايش، هذا هو اللي كاين شي اثبات ما كاينش ديال فندق عايش. فاكر كنسمعوا في الفندق عايش ما كاينش شي بلاصه كتثبت بان كاين ديال فندق عايش. اجي براني غادي نقولوا له هذا فندق عايش، هذاك هادي كنقولوا له دار بني خلدون، ولكن شي اثبات ديال بني خلدون ما كاينش. هذاك الوزاره هي اللي مكلفه بهذا الشيء، هذا هي اللي خصها بان ديال بني خلدون تبحث بهذا الشيء هذا او هذا فندق عشيش. كاينين الديور ديال المؤرخين هذا، ولكن ما كاينش شي حاجه ديال هذا هو اللي كاين. باش نقول لك زعما بان مثلا الدار ديال بني خلدون مثبوته، ما نقدرش نكذب عليك.